السلام عليكم اخوتي، واجركم مبروكه. دخل عليكم هاد العواشر بالصحه والعافيه وطول العمر. يا اخوتي، القصه ديالنا اليوم كنبغيو التحيه ديالنا اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده بالخارج كنبغيو لها التحيه ديالنا ونهضوا من برا. اخوتي، القصه ديالنا ديال رمضان، ديال الاجرام اللي كيكثر في رمضان، وديال الغدر والخداع اللي كيكثر في هذا الشهر المبارك عند الله، شهر التوبه والغفران. هو كيتزاد فيه الغدر بزاف، كيتزاد فيه الحقد، وكيتزاد فيه بزاف ما يتقال في هذا الشهر المبارك عند الله. اخوتي، قلنا لكم اخوتي، هاد الناس هادوما ملي كيكون رمضان وكيكون بنادم صايم كيكون شي تحركات خطيره للعاده، وكل واحد وشنو عنده في العقليه ديالو، وكل واحد وشنو عنده في قلبه، وكل واحد وكيفاش كيسربس راسو، وكل واحد كيفاش كيتمشى في الحياه ديالو. كتطور القضيه. قبل رمضان راه كيكون الشراب، كيكونوا الناس مليين بالخمر ومليين بزاف ديال كدا، وكاين شي تحركات كتكون ديال الافطار معروفه. اما رمضان بعلان ما كيبقى لا خمر لا والو، شهر كامل ديال القمر. كيدخل واحد الحاجه مطوره عاوت رمضان، كيتحيد الخمر كيدخل القمر بليه ديال القمر، كلشي كيقمر تقريبا. كتولي بزاف بلايص فيهم الخمر، فيهم القمر، كان فيهم الخمر كيوليو ديال القمر. وانتوما كتعرفوا كارطة، كلشي باغي يربح، كلشي باغي كدا، كلشي باغي كدا في ديك شهر رمضان، وكيقيلوا الصايمين. وانت كتعرف الصيام وكدا وهادية، وكاين اللي كيقمر تا بنهار كيتغداو، ما كاينش. كاينين شي واحدين رمضان عندهم عسمية، رمضان عند الناس وما كيقمروا كيتغداو هادية، وكياكلوا كيكميو هادي. المهم هذاك اللي ما قدرش يصوم ولا يعمل المصايب ولا يعمل الاجرام ولا يعمل كذا، ياكل حسن من ادي عباد الله. هذاك هذا النظريه ديالي انا. لو كنت عاد ادي الناس على حس مية صايم، كل حسن ما تاديش عباد الله، وما تدخلش في الحياه ديال الناس، وخلي الناس يعيشوا حياتهم سالمين، وخلي الناس تمشى في الطريق ديالهم هانيه. اش انت هنا كتقيل كتقمر وواكل وكتدوز دابا شي حاجه بحال هيدا، او شي مرا او شي بنت ولا كذا كدا كتلوط عليها وهي صايمه، كتبقى انت كتلوط عليها ماشيه وكتزرع على الهضره وكذا، وهذه زعما بحال انت صايم وانت واكل مغدي مقمر وكذا، وهذه ومدبر ولا هذه، ودايزه المرا كتبقى تلوط عليها ولا البنت كذا، وهذه كتلوط عليها. حق بعض البنات كنشوفوهم وبعض النساء لا اله الا الله محمد رسول الله، بحال عامله داك الشيء هذاك باش هو فهمتي، اما فيها رجلها ولا عندها شي مشكل ديالها ولا كذا. وهما كاينين واحد القوم بحال هادوما تقول مغدي كاع ملي كيطوط عليها بديك التلواط الخطير وكذا، وهاديه وشي هضره كيكونوا كما كنسميهم هضره الطايحين. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا راه ماشي رمضان ولا هذا. كاين الناس كتلاحظ كتشوف بعينها شنو كيوقع، وكاينين بعض النساء وبعض البنات عاوهايدك هما بيدهم كيتحرشوا في الرجال، ماشي على الرجال كيتحرشوا فيهم، هما كيتحرشوا بالرجال، هي كتحرش بالرجال، هي يمكن حتى هي مغديه، يمكن حتى هي فتره كاع ماشي صايمه، وكدور مثال كدور باش تطيح ديك الراجل في الفخ، وكتجبر هاد السيد هذا اللي قلنا لكم كيقمر وعندو رمضان بحال ما كاينش رمضان، بحال ما عرفش هو جات القبلات من جهه جات، هو راه مغدي كاع ومكيف وكذا هادي، وكيعمل عينو في هاد المصايب بحال هادو، كيكون ماشي في طريق الحرام طول عرض كما كنقول. والشهر المبارك عند الله ما كتخرجش من بلاد مطريفه كما كنقولوا، ما كتخرجش من بلاد مانيه. هاد السيد هذا كتعرف قبل طلع في الموتور ديالو، طلع في الموتور ديالو تبع واحد السيده، طرا من هنا طرا من هنا طرا من هنا، كتبعها كاينشي بريق ناشف كما كنقولوا حنايا، طرا من هنا النمره من النمره النمره من النمره، عطاتو النمره هي كبيره عليه، عطاتو النمره ومراه كتبان كما كيعاودو هادي، عطاتو النمره صافي صافي. هو باقي صغير في العمر ديالو ديك 22 عام ولا كذا، وهادي انا قلت لكم مبلي بالقمر وباين كيقيل فهمتي مكيف وكذا، مي بس صافي. وانا كنفضل بنادم لا كنعادي بنادم اولا عادي يتدخل في الصيام ديال الناس او يربج عباد الله، يتغدى
يتكيف يبعد عام الناس اللي ماشيه في الطريق ديالها صايمه، واللي ماشيه تصلي، واللي ماشيه الطقوس ديال الله سبحانه عز وجل، ماشيه تقضي الطقوس ديالها، تحيد من الطريق ديالو ما تعديهمش. هذاك الولد هذاك انا كنقول لك تبع هذيك، طرمنا عمل معاها معرفه، عمل معاها معرفه، بدا كيهضر معاها في التليفون وكذا. مراه اش غادي نقول لكم، مرة يمكن عندها حتى الدراري هذيك، ولا العلم عند الله. هاد القصة كيفاش غيوقع فيها خصكم تصنتو مزيان، تصنتو باش تعرفو هاد رمضان شحال من واحد، شحال من واحد هنا كيكون المصير ديالو، هنا كيتسالى المصير ديالو. علاش هي كاين جوج طرقان في رمضان، الخير والشر، وشهر التوبة والغفران. كاين اللي عادي فهمتي، كاين اللي عادي يمشي هيدا كرمين فهاد الشهر هذا، وهنا غينطبعو له الكواغط الحياة ديالو وديال المستقبل ديالو، بزاف ما يتقال في هاد الحاجات بحال هادو اخوتي. هاد الولد عمل معرفه مع ديك المراه وكذا، وهادي عرفاتو تا هو كيقيل كامل واكل وكذا هادي. ايوا صافي، انا كنقول لكم طلوط عليها طاحت له، بقات ماشيه معاه. هذاك عنده واحد يماه، واحد لاله مولاتي عاود كتعرف ما كتفكش وكذا وهادي. ديك العايل ما نعرفش شنو وقع، شي واحد قال له ودي راه هو راه كذا مع شي مرا كذا وكذا هادي، سمرت عليه، سمرت عليه فين كيمشي فين كذا فين هادي. المهم اخوتي اش غادي نقول لكم، كتعرف النساء حين كيعملوا عينو بشي حاجه، وهذاك العايل يما كتزيدو يما كد فهمتي، عنده 23 عام قلت لك، وهو مقطع الورقه على الموطور وكذا، ومي خليتها موطع وهادي. ها هو مشى مع المرا عندها 140 سنه، هو عنده 23 سنه، واخر عنده شي 48 سنة ولا تقريبا 50 سنة كما كيعاودوا الناس، ولا علم الله على حسب القصة كيفاش دايرة. وفي رمضان هاي ما سمر عليه، كيقولوا له ابنك كيمشي مع شي مرا وكذا وهادي، هي ما تقبلتش، ابنها باقي صغير وكذا وهادي، وكيدبر زعما عندها ابنها ما نعرف، هي عاجبة راسها بعيدا بنا كرام بوصو، او لا ابن ميتا متسلط على العباد، أولا ابن ميتا القمار يعرفها عليه كلشي، وشفار ومخلطة فيه، وهي فرحانة به وفرحانة بديك ابنها بحال هداك، وما باغياش ميتا وما كيخليش يعمل في عباد الله، وهي يماه فرحانة به، هايداك فرحانة به يماه وكذا وهادي، واللي يهضر معاه ولا شي حاجة كتقول له ما أنا بني أنا كذا أنا هادي أنا هادي. شوف قصة خوتي كيفاش كيوقع فيها. بقات هذاك سامر عليه كتقول له كيفاش وكذا هادي، هو كينكر ديما كيجي بانكر ما كيبغيش يجي على الطريق بعيدا كذا. قالت له انا اللي كاين اللي كاين اللي كاين، لا والو، هذيك مرا درويشه، هذيك مرا كذا بعيده كذا، واش بينك وبينها؟ كتقول له انتينا والناس كامله كتهضر عليك وكذا، وانت بيدك كتعاود من الناس هادشي هذا وكذا وهادي. فهمتي اخوتي؟ اذا هاد المرا هادي حتى هي فهمتي عاود عجبها هاد البرهوش هدايا، وهي ماشية معاه، وحتى هي ما عندها غارض وما عارفة حتى حاجة وما كتعرفش يماه، حتى هي عاود بواحد جلاخة كيما كنقولو بالدارجة، واحد مرم. المهم هي ما ينكرها وكذا هادي، بقات كتسمر على ابنها تشوفو فين كيمشي وفين كيجي. واحد النهار في رمضان كاد عرف طرا من هنا، شبر الموطور ديالو طلع، هي شبر الطاكسي تبعاتو، مشى طران 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 طران، توقف واحد البلاصه وهي نزلت وبقات كتعطيه العين. شي نص ساعه هو واقف تما، ورمضان وكيتكيف، كتشوف فيه يماه من بعد وكذا وهادي، تا كتشوف الطاكسي جا صفار، الطاكسي جا صفار، ووقفت وخرجت من الطاكسي، وبدات كتهاود هي وياه، ما عرفتش شنو قالوا من بعضهم. يا الاخرى بغات تجي هيدا تقرب عندهم، بداو كيغوتو وصلوا لبعضهم، يماه من هنا والمرا اخرى من هنا، اخرى بداو كيقولوا ديك الكلام خطير مع بعضهم، اخرى كتقول لا بني والله لا كدا وهادي، شي هضره وكدا وهادي، وما جبرتي كدا تا 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 تهضر مع بعضهم. اخر دار في يماه باش تعرف مرضي الوالدين، دار في يماه واحد الدوره خطيره، ماشي شغل كداك، انا شي هضره ما خصهمش يتقالوا كاع مره، سياق يماه بديك الرويو بحال هذاك وكذا، قلنا اخرى عمشي دابا دابا نعيط لك وكذا، اخرى مشات بحالها طلعت الطاكسي زادت بحالها، اخر بقى هو يماه وكيبنضض عليها ماشي شغلها وكتبعني بحياتي ما نعرف شنو ما نعرف كذا.
المهم بقاو وياه صداع مع يماه، بقى ماشي معاها، مشى معاها باش كيوصل لبنادم خطير. هو بنادم اللي كيعمل الوالدين ديالو اخوتي هاد الافعال بحال هادو، حتى هي ديك التربيه اللي مربيه ديك العايل. شوف شنو واقع هاد السيده هادي اللي مشات فحالها، واخا وقع ديك الصداع وكذا، وهادي راه صافي ولفات هاد البروش هادي، وهي راه يمكن عندها ولادها ولا تشوف شنو عندها القصه، حنا ماشي بها. او ولفات هاد البروش واخا وقع صداع مع يماه، صافي هي ديك البروش هو ولف عليها وهي مولفة عليه. مشى اخر هو ويماه، اخرى مشات فحالها بحال ما كاين والو. اخر جالس مع الدراري، جابتو جالس مع الدراري فشي حومه بحال هيدا، وكيهضر طان 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 طان، هادي واش عندك مغصب ومكيف وبنهار. قلت له على الوالده كتعصبني باش تكيفت اليوم، حاقه اليوم فطرت على الوالده كتعصبني وكدا، علاش؟ قال له انايا واحد فادتي عزعتي وكدا، هادي زعما عنده العايله هادي فهمتي، واحد عشيره وكدا وهادي، والوالده كتجي كتربجني انا وديك العشيره وكدا، والدراري واقفين ثلاثه ولا اربعه بهم بالحال، وما اخرى واقف معاهم. بدا كيعاود لهم وابطلشي باش كتعرف الساعه النحيسه كيفاش كتعدل، بدا كيعاود لهم طران من هنا طران من هنا طران من هنا طران من هنا، هو يقول لهم اودي واحد باش يقول لكم، واخا هي كبيره وكذا وبالحق واعره وكذا، بديك الفطار ديالو كنقول لكم ربنا كيخلص بنادم، وبنادم كيجيبها لراسو بيدو، ماشي حاجه اللي ما طيحش على بالو بنادم ذقمو والعقليه ديالو والتحرك ديالو، بعض الحالات بنادم كيضيع راسو بيدو. هذاك ما كانش من العاكزين وكذا، هادي بدا كيهضر ديك الهضره هو واعره ما نعرفش شنو وكذا هادي وكذا وهادي، شي واحد من ديك ثلاثه الدراري هو جالس موتور ديالو معاهم شي حومه ديالهم جالس معاهم كذا هادي، فين كتسكن فين كذا هادي، قال له راه كتكون كذا كذا كذا. شي واحد من ديك ثلاثه سمع ديك الحومه، وهاديك الحومه ديالو واحد من ديك ثلاثه الدراري، هذيك الحومه ديالو، وكيقول له المراه من تما وكذا وهادي، انا عرفت وشويش ولا كيعرف حتى هو يما ما نعرف وكذا وهادي، شي حاجه كاينه تما. بقى كيتاودو وكذا وهادي، فيا كيتلاقاو فيا كذا وهادي وهادي، والوالده هي اللي ربجتني وكذا وهادي. المهم تفرقوا مع بعضهم، واحد من ديك الثلاثه دخلوا شي حاجه كما كنقولوا حنا تخربش، شي حاجه بدات كتغلي فيه وكذا وهادي، بدا كيشك في الوالده ديالو، كيقول يمكن هي هي هي، علاش هو كيعرف على الوالده ديالو كدا وهاديه، وراه مادان وكذا. اخر جا الدار غوت مع يماه واحد الغوته، شحال نقول لك، بقى كيزبل في الام ديالو وكذا، علاش دخلو في حياته وكذا، ماشي شغلك ماشي كذا ماشي هادي ماشي هادي ماشي هادي، كنعملو هيدا كنجبرو عايل واحد عند ديك المراه، ما عندها لا راجل لا هادي لا والو، عايل واحد شكو باباه ما نعرف، عايل واحد عند هاد المرا هاد، شبع فيها سبان ورا مادام والقايله والنهار، كتعرف الناس مباركة عند الله والعواشر وكذا، وكل واحد قاصد الطريق ديالو، وهي شبع فيها سبان وقبض وركب على الموتور ديالو وخرج، خرج على الموتور ديالو من هنا من هنا من هنا من هنا، دنت المغرب قالوا له الدراري كذا هادي، شي دراري صحابو جلس معاهم وكذا وهادي. جبر التليفون بدا كيصون صون على خطنا، عندهم شي بلاصه كيمشيو ليله وكذا وهادي، طران من هنا طران من هنا طران من هنا، اصافي صافي. واش عنقول لكم اخوتي، هذاك بنادم اللي شبع سبان في الوالده ديالو وطايح مع ديك المراه، وقلنا لكم كيفاش وقع له في الاول والحياه ديالو كيفاش عايشه، على القمار والهيطة والماكلة د رمضان، ما كاين بحال ما كاينش رمضان، هو إنسان كيكون بحال هدا طاغي، وهاد الشهر هدا راه شحال د الناس هنا كتقرر المصير ديالو، شهر مبارك عند الله. هذاك مشى باش يتلاقاها وعمل معاها فين عاد تجي وكدا وهادي، فين كيتلاقاو مع بعضهم، وهذاك بنادم لي كنتصنت الهضرة سامر على الأم ديالو، هي خرجت من الدار واخر تابعه عامل بعد كيشوفها عند من مشى وفين مشى، على حسب سمع ديك بنادم كيهضر، وماشي ديك بنادم انت ماشي مهتم الحومه ديالو، تا هو صغير تابعه من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا، في البعد اخوتي كيبان له خانه، هو هذاك اللي كان كيقول له
وحده واعره وكذا، وهذه هو ديك بنادم اللي كان واقف معاهم بنهار، وليت كيبوا رمضان مع بعضهم، حتى ولد هاد المراه هادي بيدو كياكل رمضان ويدو عاود متسلط بحالو بحال هذا طغيان بجوج بيهم. ها من بعد كيشوفو تلاقات معاه من هنا لهنا بقاو ماشيين طران 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 طران. اش غادي نقولكم، ركبت موراه بديك الموتور بن اخر طلع الطاكسي تبعو، طلع الطاكسي تبعو معرفهم اللي كاين وكذا، وهادي دخلوا لواحد الدار باش ياكدوا كذا، دخلوا لواحد البلاصه وخانا في الله وقع بقى كيتمان دار درس واحد ساعه ولا كذا ولا نص ساعه هيدا وي طلع من هنا قضيه تحيحت تحيحات وكذا، وهادي الام ديالو تفرشات وولات واحد الحاله خطيره تعرفت وكذا، وهادي شراو صداع مع بعض الدران من هنا 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 كيطيح فيها واحد. شكون كيطيح فيها هو هاد السيد هذا اللي كاشين مع هاد المراه هادي اللي شبع سبان في الام ديالو. طاحت العائله دمو الموتور هدايا، تربجت القضيه، حضر فيها المخزن حضر فيها الصف كذا خلاص اللي كانت حاله داو هاد العائل للام ديالو كذا، وهادي دخلوا لينا هاد الولد هدايا. اش غادي نقول لك، قاتل عشير الشير اخور مع الام ديالو، جبر اخور مع الام ديالو، وجبتو عا بارازار قلنا لكم وقف عا شي حاوما كيتكيب بنهار هادو الدراري اللي كياكلو رمضان، لا اللي قاتل ولا اللي حي. هذاك اللي حي قتل على حساب ياش الام ديالو ما كتمشي مع هذاك، وهذاك اللي مات كيشبع سبان في الام ديالو كيقيل على الماكله د رمضان، وفي مدى شي وحده كيتلوط عليها وكذا، وهادي زعما كاين شي واحد يوقف له ولا شي واحد كذا بنادم طاغي وعخور على الناس كرام بوصو ولا عباد الله كما كنسميوها حنا بوروصو ولا من عرب ولا كذا، وفي عمرو 22 سنه العيل باقي ما شافش الحياه. الوالده ديالو شاريه له موطور كيقيل يدور والعيطه والقمار وكذا، ولصق هنا ولصق هنا، شو المصير الحياه ديالو؟ عادي يموت على سبب مراه عندها 48 سنه او 50 سنه، ولدها ولد ديك المراه يقتل هاد العائله ديالو. هنا باش بنادم كنقولوا لهاد الشباب يردوا بالهم من هاد الفخ بحال هذا، ويرد بالو بنادم من هاد المشاكل بحال هادي. هذيك المراه اللي شتيها انت كبيره وما كبير على الله سبحانه عز وجل، انت عندك 22 وهي عندها تقريبا 50 سنه، ما سقسيتي راسك واش عندها الدراري، واش عندها راجل، واش عندها كذا، واش عندها عائله، واش عندها كذا، دوستي شفتي المراه واقفه وكذا هادي طلوتي عليها تبعتيها طمعتيها ما خليتي باش الهداير وكذا، وشبرتي نمره التليفون ديالها وبقيتي كتشقشق معاها في التليفون، تطمعتيها وكذا وطيحتيها في الفخ حتى ولات تمشى معاك، حتى ولات كتقضي معاك في الحرام، كتمشي معاك في الحرام وكتعمل معاك بزاف في الحرام، وليتي كتنصب عليها وليتي كتعمل لها وليتي كتعمل بزاف ديال الحاجات. شنو المصير هذا الشيء هذا؟ المصير انا قلت لك ما خممتي فيها، واش عندها الدراري، واش عندها الراجل، واش عندها كذا، واش عندها هادي، واش وحده ينيه، واش هذا هو المشكل اللي كيوقع اخوتي. بزاف د الحالات كيوقعوا بحال هيدا، والسبب د هادشي هذا كامل اللي كنعاودو لكم وكدا هو الحرام. كيقيل كياكل رمضان قلنا لكم، والقمر وما كيخلي ما يعمل وما كيعترفش المثال بشي حاجة سميتها العواشر أو هادي. هذا بنادم كيكون صافي، هذا بنادم كيكون واحد النار ديالو هو هاد. علاش كنقولو للشباب ردوا بالكم اخوتي وعارفوا راسكم فين كتزطمو واش كتعملوا، وبنادم فعلا يزطم ويعرف راسو واش كيعمل. لا اله الا الله محمد رسول الله. وسمحوا لنا بزاف اخوتي المغاربه، الله يجزيكم بخير، وباقي ما يتقال هذا اخر عمل ابوني وعمل جيم، النمره التليفون 06 95 11 67 95، محمد الطبيب، وشكرا بزاف وعاش الملك.